انا كمواطن انا تقهرت والله. احنا غاديين راه واصل العظام وصابرين، اش غنقول لك يعني. بقاش كنهز الطوموبيل انا كنش طاكسي دابا، وقال غنبيعها، عندي واحد الطوموبيل على قد الحال غنبيعها. انا ما عارفش الظروف، ما اللي كنعرف انايا 16 درهم راه غادي 17 راه بزاف، راه ولا غلا من زيت العود. الليسانس ولا غلا من زيت العود بزاف، يعني ما واخا يكون فيه زعما اكسير الحياه. اشنو وي كنعرفوا اه كاين الحرب في اوكرانيا، كاين الحرب في ما عرفت فين، كاين البترول غالي في الدنيا كلها، ولكن ما عرفش انا ما نقدرش نقول شي حاجه اللي ما فاهمش فيها. انا كمواطن انا تدريت في الاسعار، لان عندي جوج عائلات، عندي جوج عائلات اللي